لو كان نروح نرجع مع بعض إلى كان في عمري 20 اللي غنيتيها في أحد سهرات الرمضانية للتلفزيون الجزائري من أرشيف التلفزيون الجزائري، نروحوا مع بعض نشوفوا كان في عمري 20. يلا روحوا آية كان في عمرها 20، تفضلوا. شوق والهوى سارق كان في عمري 20 البارح كانت الموعد تتلاوح صحة الدم تترايح يا زهرة السنين البارح كان في عمري 20 هي حصر على العشرين مع جملة صحبابي ليلة والدجا ومحالي وإحنا يا صهرانين البارح وأنا ذاهب شبابي مع جملة صحبابي ليلة والدجا ومحالي وإحنا يا صهرانين البارح وأنا ذاهب شبابي مع جملة صحبابي ليلة والدجا ومحالي واحنا يا سهرانين نبذات فيا عجبي لصدي رأي عربي بذات فيا عجبي لصدي رأي عربي وبقيت كان خمم على ذاك الخلاص مسكين البارح كان في عمري 20 حصر على العشرين هياجي صرف الشعور الشقرة هنا التهب لخرين البارع شط البحر مواجي كان غرمت هياجي صرف الشعور الشقرة هنا التهب لخرين البارع شط البحر مواجي كان غرمت هياجي صرف الشعور الشقرة هون التهاب الاخرين وانا مع الحدث انت جي صغر والعقل الناجي وانا مع الحدث انت جي صغر والعقل الناجي مخاطب القمر ونجمه يفهم غير بالعين البارح البارح كان في عمري 20 يا حسرة على العشرين لو في العين
بدك الخلاص مسكين البارح كان في عمري عشرين يا حسرة على العشرين عشرين البارح وانا بعزوبتي سهرة الشوق والهوى سهرة كان في عمري عشرين عشرين البارح كان في موالك تلاح صحة البدن تترايح يا زهرة السنين يا حسرة على العشرين وما زلتي شباب آية، يعني نتحسر على الزمان صحيح في بعض المراحل في حياتنا، ولكن الشباب هو شباب الروح آية صح؟ يعني لما استرجعتي هذه الذكريات قلتي لي انا ما شفتش نفسي في السهرات الرمضانيه اللي كانت تبث على التلفزيون الجزائري في هذه الحلقه بالتحديد، اليوم انت الان تشوفي نفسك على الخشبه، ما هو احساسك انت ترى؟ صح انا ما تفرجتهاش على خاطر كانت عندي حفله نهار اللي داروها شغل رجعتيني على بالك. اشتقتي الى الخشبه مره صح اخرى؟ اشتقت الخشبه بزاف يعني صح انا بعدت على الساحه. طيب.